بلشت اليوم شادن تصوير فيديو كليب أغنيتها الأولى والجديدة اللي راح تكون بعنوان شو صعبة واللي راح تنزل بعد أيام قليلة، فشاركت مجموعة من الاستوريهات من كواليس تصوير الفيديو كليب. أما دايلر فشارك صورة على انستغرام من الملعب، فصرح أنه كان حيصير لاعب قبل اليوتيوب وكان بأكاديمية بدي يتدرب فيها كل يوم، وتحدى المتابعين على أنهم يعرفوا مركزه في الملعب. فشو رأيكم أنتو؟ أما مهاوش فتخطى حاجز 700,000 متابع على انستغرام، فألف مبروك من نجاح لنجاح أكبر لمهاوش. أما أبو فلة فتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة كمجموع مشاهدات قناته على يوتيوب، فشارك هالستوريهات. ألف مبروك لأبو فلة. السلام عليكم يا جماعة، اليوم سوينا إنجاز عظيم بقناتنا يا جماعة، جبنا تقريبا 2 مليار مشاهدة كلية بالقلب. 2 مليار يا جماعة، 2 جم 9 أصبع، يا إله إلا الله. أنس وأصالة وعزة زعرور وعائلة مشيع ونور ستارز وعدد كبير من اليوتيوبرز التانيين العرب شاركوا مبارحة فيديو تشويقي لسلسلة جديدة عملوا عليها مع بعض باسم مطبخ اليوتيوب، واللي راح تنزل على قنواتهم قريبا، فكم نسبة حماسكم لها التعاون؟ أما أبو الرب فأجاب على متابع سألوا على انستغرام ليش الناس بيزعلوا منك لأنه بتتمسخر عليهم، وأجاب أحمد أبو الرب بفيديو جاب فيه سيرة عائلة نارين بيوتي وأحمد النشيط. حسب مين الشخص، في منهم بيزعلوا في منهم لا، في محسسين زي نارينة وعائلة بيوتي، هذول حساسين كلمة صغيرة بتلاقيهم بعيطوا. أما زي أحمد النشيط كل إشي عملته لهلأ هو مبسوط كثير، فأنا مبسوطة في أحمد النشيط والله كفا.